طريقة ما كتير عجبوا الجواب. أسوأ ثلاث أمور بالوسط الفني السوري. يعني أنا بزعل لما حدا بياخد شغل حدا، ما بعرف شو بالمصطلح. قولي راجع. بدك تخلصي من السؤال. والله يا ريت أنا بيخلص الوقت قبل ما بلش جاوب. خير. أهم ثلاث مطربين شباب حاليين. بيي بعدني بشوفه شاب، يوسف رحمة. ثلاث مطربين سينجرز. ايه بيي مطرب. طيب اوكي. انا جاوبي لسه. ويوسف رحمة لا 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 حبيبتي، بدك تعطيني اسمين ثانيات. طيب راغب علامة، يوسف رحمة، ونصيف زيتون لأنه غنى تيت للمسلسل تبعنا. بس هيك؟ طبعا. بس لأنه غنى تيت للمسلسل يعني لو ايه. بس نحن أنانية شوي بنجي بشغلنا. كانت أغنية جميلة شكرا. برافو والله، عم تظبطي حالك، عم تمشي أمورك. طيب نزلي، أهم ثلاث أسماء أنثوية سورية حاليا. سلافة معمار، أمل عرفة، كاريس بشار. حلو. دانييلا، ثلاث أشخاص أثروا عليك بحياتك. واو، ثلاثة؟ في كثير. بالمنيح وبالمش منيح. اللي بدك. وبلا ما نسمي أسامي، تفضل ما سمي أسامي، تفضل يخلص الوقت. أوكي. أهم ثلاث فنانين سوريين شباب حالياً. باسل خياط ومحمود نصر وقصي. طيب. دانييلا، أسوأ ثلاث عيوب بالدراما اللبنانية. لا، الدراما اللبنانية هلا كثير متحسنة. أوكي. يعني دائما في عيوب وين ما كان. يعني مصري، ثلاث كروت حمر طرد لمين بتعطي وش مين بترفع عيون؟ هلا ليه بدك تدخلنا بمشاكل العالم والقصص؟ بدي انا اقول في وجه الظلم، في وجه في وجه اللي ما اجت، اللي ما بتعرف تطبخ، في وجه اي شيء يا اختي. انت بكره بتشوف قد ايه بعرف اطبخ. انا بتنازل شاطره. ثري ريد كارس لمين؟ I'm not gonna say any names. No, don't say names. اشياء شو؟ كورونا مثلا، ايه عم بيقولوا كورونا، وجه كارت احمر لكورونا. طيب هذه كاميرتك. يا الله شو بدك انا نعمل هلا؟ لا، الناس اللي بحبوكي. ايه. اللي عم بيتابعوكي. بيرسونال مسجز، وات دو يو سي؟ ثانك يو. من قلبي. انا عم بعمل جهدي. انكم تحبوا شغلي اكثر. ما انكم مضطرين تحبوني يعني كشخص، بس انه انا بنبسط اذا حبيتوا شغلي واعمالي. طب للي بحبوكي شخصيا شو بتقولي؟ لأهلي بدي أقول لهم أنه بحبهم كتير واشتقت لهم كتير، وإن شاء الله يا رب يا رب أقدر أجي لعندهم قريبا. عندهم لوين؟ على أستراليا. لا غير يعني اللي بحبوك بشكل عام. تجي لعنا عشان مو من أهلك طبعا. تجي لعنا عشان. لا لا، للفانز للسبورترز. لا لكن لعبة تشدي بشعرك أنت؟ لعبة تشد بشعرها، تركيها بحالها. أنا أول شغلة قلتها، أول تحية وجهتها هي للفانز وللسبورترز يعني. طيب نزلي. يلا نزلي. وين كاميرتي؟ كاميرتك لك شعلت. شعلت هذه هي لك. اوكي. شو بدي اقول؟ إيه؟ بدي اقول يعني ان شاء الله يا رب الخير والسلام دائما يعم على العالم العربي كله. بحبكم كثير وشكرا على الثقه اللي انتم عم تعطونيها، شكرا على كميه المحبه الكثير كبيره. بحبكم وان شاء الله هيك دائما اقدم شغلات جديده. لجلال شو بتقولي؟ شكرا لانك معي، وشكرا على كل التفاصيل اللي انت بتعطيني اياها، وشكرا لانك موجود بحياتي. تيا ليا. طيب يلا. تيا ليا اكيد بيكونوا هلا عم بيشوفوني. بدي اقول لكم تقبروا عظامي لانه بحبكم كثير كثير كثير. كثير تكفنوني. والله يخلي لي اياكم يا رب، لانه انتم احلى شيء بهي الحياه. بابا وماما حدا يترجم لها تشكلوا قاسي؟ ترجمي لها تشكلوا قاسي. تشكلوا قاسي، القاس هو النبات الاخضر يلي بنحط فوق القبر. فتشكلوا قاسي، قاساية قاساية يعني. إن شاء الله يعني أنا بكون تحت التراب وأنتوا بتجوا جايبين لي القاس الأخضر وبتحطوه فوق قبري. شوفي نحن كل محباتنا هيك، تقبروني، تشكلوا قاسي، تطلعوا على قبري. نعم. ما بتحب أبدا هالنوع. 24 نقطة لنزلي طبعا هي ربحت. 21 والفائز هو أنا. أنا أم فاهم. هي الفكرة، الواحد شو بده يربح؟ ما بيربح شيء غير إنه يكون مع مصطفى الاغا بصدى الملاعب. لازم تضربي لاخر شيء يعني. طبعا هذه اخر حلقه من حلقات النجوم. انبسطنا فيكي مع انك ما جاوبتي كثير. وانا اذا انا ما جاوبت كثير، انا كثير اخر شيء ما جاوبتي. انا جاوبت بكل صراحه اول حرف واللي انا عم بالي جاوب عليه. كل من قعد على الكرسي اعرفنا منه سر.
اعطينا سر بيبدا بحرف. انا ما بعطي اسراري. حرف بس حرف حرف لنشوف. ليه هالقد عبالك تعرف؟ بس هيك. ليه؟ اه؟ ليه؟ اه؟ شو بيصير يعني اذا ما بيصير شيء؟ شو بيتغير؟ نعمل شيء على الهواء. كل التوفيق لك. ثانك يو مصطفى. وانبسطنا فيكي والله جد. وانا كمان ثانك يو. بنت طيبه حبابه، هن التنتين الحقيقه ما شاء الله يعني انبسطنا فيكم. خليك. انت بتحس اللي بيشوفك بحس بيعرفك من 2000 سنه. الحمد لله. انك بنت بلد. الحمد لله. وبنت اصيله. وهيك الله يعطيكي على قد نواياكي. الحمد لله. تستاهلي يا رب. وانا ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر بنشوفكم مع نجوم جداد، ما الله اعطانا عمر بشوفوهم نجوم مع حدا جديد مو معي انا ما بنعرف. تشكلوا اسيا. الله يعافيك عن جد.